بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بك الفنان التونسي الجميل الاستاذ رياض عبد الله. يعيشك بارك. للتصحيح سي مصطفى، رياض عبد الله مش عبد الله. اهلا وسهلا بك، منور صالون المناره. واهلا، وانا عاوزك تديني انطباعك عن الصالون قبل وبعد ما جيت. والله ان شاء الله وانا فرحان ان اكون بينكم، وشيء عظيم وشيء يشرفني. وذا صالون ممتاز وكله ذوق وكله احساس، وبارك الله فيكم على الترحاب وعلى انا فرحان بكم برشا، وبارك الله فيكم. اهلا بيك ونورت، وانت امتعتنا بعزفك الجميل يا استاذ رياض، ودي حاجه حلوه قوي يعني مساهمتك الجميله معانا. والله شوف، احنا في شمال افريقيا ندل على شيء، هذا على اهتمامنا بالموسيقى الشرقيه، مع محافظتنا طبعا على موسيقتنا الاصيله التونسيه والاندلسيه، ولكن احنا اقرب من اي واحد، لان كانت ترد علينا الافلام السينمائيه ونشوف عبد الوهاب وليلى مراد وشفيق جلال والقائمه طويله. فلا ننسى زكريا احمد، ولا ننسى ام كلثوم اللي زارت تونس سنه 68، وعبد الحليم حافظ وفريد الاطرش 52، والقائمه تطول. استاذ مصطفى، انطباع الموسيقيين والاخوه المهتمين بالفن بصالون المناره في تونس ايه؟ والله العظيم احنا نتابعوكم باستمرار، ولولا كنت اتابع لما عرفت المكان ولا ما جيت. وانا اسال صاحبه صديقي فضل التركي اللي هو شجعني على القدوم لهذا الصالون، وانتم اخلاقكم عاليه والحمد لله فرحتوا بينا، وان شاء الله في تواصل. اهلا بيك، شرفت مصر ونورت مصر ونورت صالون المناره. ربي يبارك فيك. اهلا بيك، اهلا بيك يا فندم. وعندنا استاذ مصطفى اذاعه محليه اسمها اذاعه صبره، تبلغكم السلام وتتابع اعمالكم، وانا اطلب منك انك تحييهم او يحيوك، او حتى يصير التلاحم ويصير التقارب. اذاعه صبره بالقيروان. اهلا بيهم، واحنا على تواصل ان شاء الله، ولو احتاجوا اي حاجه من اعمال الصالون انا مديهم بيها على الرحب والسعه. احنا نعدي لكم اعمالكم ونتابعها بالانترنت، ولابد ان نكون يعني دائما حاضرين معاكم، سواء بالصوره او بالصوت او بالحضور ان امكن ذلك. اهلا بك يا استاذ مصطفى، بارك الله فيك. نورت. وانا والله فرحان بكم، وربي ان شاء الله يزيدكم الزين، وربي ان شاء الله يدوم هالنشاط الحلو اللي ينحي الهموم وينحي حتى. طبعا بارك الله فيك، وان شاء الله زورونا في تونس. ان شاء الله نشوفوكم في تونس ان شاء الله. عايشك، بارك الله فيك. شكرا شكرا سي مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا نجم الصالون والاستاذ الجميل الحاج سعد محمد حسن، الفنان الرقيق العازف الرائع، عازف الكمان الاول في مصر، مشرف ومنور الصالون يا حاج. الله يخليك يا احمد، انا اولا اشكر سعادتك على هذا الكلام الجميل. يا راجل يا جميل، الله يخليك. يا ترى بعد مشاركاتك واسرائك للصالون السنين الطويله اللي معانا، انت ساهمت في رفع قيمه الصالون، انطباعك ايه عن الصالون النهارده سنه 2017؟ يعني الصراحه يعني دي حاجه في منتهى الجمال وفي منتهى الرقي، وبسم الله ما شاء الله الله اكبر. ان في بتبقى كل مره بتبقى احلى واجمل، وفيها فن اكتر، وفيها الفن الجميل اللي احنا مفتقدينه. ولكن يعني سياده الدكتور محمد، يعني ربنا يبارك فيه ويبارك في سياده الدكتور سياده اللواء محمود معوض، يعني ان هم يعني حاضنين هذا انا بقول عليه صرح جميل. وانت كمان لك دور كبير جدا جدا جدا، جزاك الله كل خير، لانك انت بتعرف يعني اللي مش عارف، حضرتك برضو بتشرح له مين ايه الفن ده. انتوا يعني حاجه جميله، علاقه الفن واساتذه كبار. لا العفو يا فندم، الكل بيحبكم، والناس بتيجي من بره مخصوص عشان تسمعكم. الحمد لله. اهلا بيك. وعاوز اقول كلمه، ان يعني دايما اتمنى من الله ان ربنا سبحانه وتعالى دايما يوفق، ودايما للمحافظه على هويتنا المصريه، يعني هويتنا المصريه
دي انا بسعد بيها، ان احنا لما نيجي هنا في الصالون بيبقى فيها حفاظ وانتشار للناس اللي مش فاهمه الفن الجميل بتفهمه هنا عندنا هنا بتفهمه. على ايدك يا حاج سعد وعلى ايد الاساتذه الكبار اللي زي حضرتك اللي بيمتعونا واللي محافظين على هويه مصر فعلا الثقافيه والفنيه. لا حبيبه اتفضل. على اللي بيحافظوا على هوية مصر الثقافية والفنية. طبعا يا سلام، دي واجبة علينا احنا. ويعني بقول لك يعني ده صرح، انا بعتبره صرح جميل جدا جدا جدا، ان في فن بهذا الرقي وبهذا الجمال. واللي محتضنه مين؟ سيادة الدكتور محمد سعد الدين، سيادة اللواء، وحضرتك انت بقى، انا بقول عليك المدير الفني للمهرجان. لان حاجه جميله يعني، وانت يعني كفايه حضرتك نشراتك الجميله اللي بتنزل في الفيسبوك، دي حاجه جميله وحاجه تفرح وحاجه بتفرح المصريين هم احنا هم. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ومشكرين يا حاج. لا استاذ مصطفى انت راجل جميل. الله يخليك. راجل جميل، راجل جميل، راجل جميل. الله يخليك يا حاج. الله يبارك فيك. عملاق الكمان. الله يخليك. استاذ الاساتذه الحاج الاستاذ محمد مصطفى، استاذ اساتذه الفرقه المسيه، الراجل اللي امتعنا على مر السنين الطويله بالالحان والعزف الجميل. اهلا بك يا حاج. الله يخليك. منور بك يا استاذ محمد. الله يخليك. الله يخليك. منور بك. يا ترى عاوز بس تديني انطباعك عن الصالون، انت مساهم في الصالون من اول يوم اتعمل فيه. طبعا. واحنا النهارده طبعاً. سنه 2017 بدانا الصالون سنه 2011. بالظبط. اديني انطباعك عن الصالون النهارده، وراضي عن المستوى، وايه يعني. اولا طبعا احنا بنشكرك على اسراءك للصالون. لا ده انا اللي متشكر على التجمع الجميل ده اللي بيخلي الواحد يعيش في الزمن الجميل يعني. وطبعا الفضل للرواد اللي أشرفوا على تكوينه، الدكتور سعد واللواء محمود وحضرتك طبعا من البداية. والحمد لله أنا شايفه في ثراء في العطاء وفي الجمهور اللي يجي. نوعية الجمهور كمان بدأت تزيد من البلاد العربية، فده شيء يسعد الجميع يعني. والتوفيق دايما البركه. البركه فيك يا استاذ محمد وفنك الجميل اللي بيسعدنا دايما. وفعلا احنا بنقول ان احنا بنحافظ على هويه مصر الثقافيه والفنيه، وانتوا اللي شايلين هذه الهويه ومحافظين عليها على مدى السنين. والحمد لله وربنا يعيننا يعني على تكمله رسالتنا بالشكل المشرف اللي الناس كلها عادته فينا، لان احنا فعلا اللي باقي من الزمن الجميل اللي الواحد كأنه كان في حلم وصح من النوم على شيء يعني لا يصدقه عقل يعني. بيقول الحمد لله على كل شيء، والبركة فيك وفي تطلعاتك. البركة فيك. واحنا سعداء وجود سيادتك ما بيننا، وسعداء بان احنا بنتمتع بالفن الجميل يا استاذ محمد. تشرف دايما ودايما ما تحرمناش من وجود سيادتك. الله يخليك. شكر جدا. اهلا وسهلا. الفنان الجميل ونجم الموسيقى العربيه كلها. الله يخليك. الاستاذ فاروق محمد حسن، نجم الموسيقى وعازف الاكورديون الاول. الله يبارك. والراجل اللي بيمتعنا دايما وما بيحرمناش من وجوده. اهلا. ربنا قال اهلا بك يا مصطفى. منور يا استاذ فاروق وبتسعدنا بوجودك. يا ترى ادينا بس انطباعك عن الصالون، انت ساهمت فيه من اول يوم، واحنا النهارده سنه 2017. انطباعك عن الجو والناس. انا انطباعي عليه يعني انا يعني هلخصه لك بحاجه صغيره جدا، ان انا السنه اللي فاتت كنت عامل عمليه قلب مفتوح، وبمجرد ما جيت ولقيت نفسي سمحوا لي الدكاتره ان انا امسك الاكورديون، لان كان ممنوع ان انا افتح الاكورديون واقفله. فمن حبي للصالون والناس والفن اللي انا بسمعه واللي انا بعيش فيه هنا، جيت جري، حتى جيت بدون معاد يعني. حتى محمود بيه معوض قال لك حلف باليمين ان انا ان هو ما كنتش اعرف ان انا جاي. اهلا وسهلا. فده مكان وفن. حد الواحد بيقول حاجه محروم منها،
فن جميل بيستمتع الواحد بغنى حلو مقامات شرقية أصيلة عكس التهريج اللي احنا بنسمعه لمنه. البركة فيكم والبركة في فنكم الجميل، انتوا الجيل اللي شايل العلم وحامل هوية مصر فعلا الفنية والثقافية. هذا الفضل. أهلا بك. معانا الكابتن طيار محمد رياض الثنباطي، نجل الفنان العظيم رياض الثنباطي اللي دايما مشرف صالون المنارة. أهلا بك. الله يخليك. أهلا بك مصطفى باشا، ده ودايما منور الصالون. ربنا يخليك، ده منور بيكوا جميعا وبإدارتك الجميلة. الله يخليك، ربنا يعزك. انطباع سيادتك بقى عن الصالون النهاردة سنة 2017؟ يعني النهاردة بصراحة مش رأيي أنا بس، احنا أول ما قعدنا أنا واللواء هشام واللواء محسن وكلنا لاحظنا من أول قعدة، حتى كمان دكتور حسن قال لك النهاردة يوم غير عادي، يعني يوم حافل حافل ومليان فعلا جميل. حتى اللي غنت برضو والله صوتها جميل يعني، وبتأدي أداء ظريفة هاوية. وبعدين في بقى النهاردة ما شاء الله الناس يعني الحمد لله، بس لسه عايزين نختمها بنسمع بقى اللي هو محمود في أغنية كده إن شاء الله. عشان ها؟ إن شاء الله. إن شاء الله. سيادتك مشرف دايما الصالون ومنور، وأنت من ريحة العباقرة، عبقري العباقرة. الله يخليك ويبارك فيك. الله يخليك. دايما بنسعد بوجود سيادتك. الله يخليك يا مصطفى. ودايما منور الصالون. الله يخليك نفسك كده، وانت ما انت ماسك إدارة هذا الصالون الجميل. ربنا يوفقك دايما وألف سلامة ليك. طبعا أنا شايف إن كل الناس كانت مشغولة عليك الفترة اللي فاتت، بس أنا شايف إن الحمد لله زي تمام، ربنا أكرمك الحمد لله زي الفل. الحمد لله. اهلا بيك ومنور. اهلا بك. ربنا يخليك مصطفى بيه. شكرا مصطفى باشا. شكرا. الدكتور الاستاذ الدكتور محمد سعد الدين مؤسس صالون المناره، اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك يا استاذ. الحقيقه احنا شايف النهارده احنا سنه 2017 ابتدينا سنه 2011، النهارده احنا في تطور جميل. يا ترى انطباع سيادتك بقى ايه عن 2017 وامال سيادتك ايه لسنه 2017؟ والله بالنسبه للبلد واملنا في البلد، املنا كبير، ورئيسنا السيسي ربنا يكرمه هو راجل بيجتهد، واحنا هنتعاون معاه كلنا. وانا متفائل بسنة 2017 تفاؤل كبير جدا جدا ان البلد هتحسن اكتر واحسن واحسن، ده على مستوى البلد. وعلى مستوى الصالون بتاعنا انا شايف ان دي صالون بيدي بهجة وسعادة للناس، واحنا محتاجين السعادة ديت. واحنا بنسعد بوجود الضيوف كلهم معانا، بنبقى سعداء بيهم، ولما بنلاقي حد مبسوط وسعيد احنا كمان بنتبسط وبنبقى سعداء، لان بنقدر نطفي لمحه من السعاده على الناس كلها. وده كله الفضل ليه، لمجهود الاستاذ مصطفى مطلوب واللي هو محمود معوض اللي قايمين على اداره الصالون. وبصراحه من غيركم الصالون ما ينجحش، انتوا الاساس في نجاح الصالون، انتوا الاثنين، وبنعتمد عليكم في كل حاجه. وربنا يوفقكم وانا تحت امركم وداعم لكم في اي وقت، وان شاء الله ربنا يكلل ايامنا بالسعاده كلها، ونقدر نقدم لمسه جميله من الفن الجميل اللي احنا افتقدناه كلنا في الوقت اللي احنا فيه حاليا. شعور سيادتك ايه بقى واحنا النهارده الصالون الاول على مستوى العالم العربي، واللي الناس بتجيله من جميع انحاء العالم وبتيجي علشان تسمع وعشان تحضر، والناس مش مصدقه انها حضرت؟ والله انا سعيد جدا وبسداد سعاده، لان ربنا بيتوج انتوا بتبذلوا مجهود جيد ونيتكم كويسة واحنا نيتنا كويسة، وعشان كده ربنا بيكرمنا وهيعزز الصالون وهيخليه من احسن الصالونات. وده شيء يعني اما حد بيتعب في شغله وبيبذل مجهود ربنا بيديله وبيبقى نتيجة مجهود، ما هوش نتيجة حاجة تانية، وربنا بيوفق الكل. وانا سعيد بكل حاجة. احنا سعداء جدا جدا بهذا الصالون وبدعم سيادتك. دعم سيادتك للفن الجميل. والله انا بعتبره انه هو فعلا بيحافظ على هوية مصر الثقافية والفنية. الحمد لله. ويا رب دايما كده معانا ودايما سعداء. الله يخليك يا استاذ مصطفى. الله يخليك. شاكرين يا استاذ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة والاول مرة، طبعا مش اول مرة بيشرف استاذ يحيى ونجوم الاوبرا كلهم، استاذ يحيى عبد الحليم، استاذ محمد محفوظ، استاذ احمد مصطفى، اهلا بيكم في صالون المنارة. منور استاذ يحيى. ويا ترى قول لي كده انطباعك عن الجو بتاعنا. هو الحقيقه جو راقي جدا ومحترم، وانا يمكن يعني سبق لان انا اشتركت في الصالون كم مره، وانا بحب قوي ومتواجد بالناس اللي موجوده هنا،
ناس سميعة جدا وفرقة على أعلى مستوى من أكبر أساتذة في مصر بيعزفوا، شيء مشرف الحقيقة. أهلا بيك ودايما منور أستاذ محمد. يعني احنا سعيد بوجودك. ربنا يخليك ربنا يخليك. انا بصراحه صالون المناره ده بالنسبه لي يعني كان حاجه كبيره، وكان نفسي اجيب بصراحه، كان نفسي اجي ويكون ليا وجود في صالون المناره يعني من خلال شخصيه حضرتك كمان. اهلا وسهلا جد، ربنا وسهلا. فنان كبير وانتوا يعني اجمل فنانين في الاوبرا، احنا بنتشرف بيك ودايما يا رب. احمد حضرتك انا يعني بتشرف ان انا اول مره بقى موجود هنا، وطبعا بشوف كل النشاط والاعمال الجميله للصالون، وان شاء الله نبقى مستمرين مع حضراتكم ان شاء الله. ان شاء الله، وانتم منورين نجومنا الجمال قوي قوي قوي، ودايما يا رب كده في احسن حال ان شاء الله. الحمد لله على سلامه حضرتك وحسن. الحمد لله على سلامه سياده اللواء. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. الحمد لله. الله يخليك. اهلا بيك اهلا بيك. تفضل.